Climate Now in collaboration with Copernicus. اهلا ومرحبا بكم في كلايمت ناو، برنامجنا الشهري الخاص بكوكب الارض. بوجود البطاريق الافتراضيه من حولي، فاننا نخصص هذه الحلقه للقاره القطبيه الجنوبيه التي تعرضت لموجه حر قويه في شهر مارس. حتى اذا لم نتمكن من نسب هذا الى الاحتباس الحراري، الا اننا نعتقد انه مرتبط به. لنبدأ بإلقاء نظرة على الجليد حول القارة القطبية الجنوبية، وتظهر أحدث بيانات كوبرنيكوس أن مدى الجليد البحري كان أقل بنسبة 26% من المتوسط، وهو ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق. كانت المناطق ذات اللون الأحمر منخفضة بشكل خاص عن الجليد البحري. بالانتقال إلى الاختلافات في درجات الحرارة، يوضح هذا الرسم كيف شهدت منطقة شاسعة من شرق القارة القطبية موجة حر الشهر الماضي. اجتاحت كتلة من الهواء الدافئ القارة، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في محطة كونكورديا للأبحاث من درجة حرارة ناقص 55 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، بلغ ناقص 11.5 درجة. يمكن أن تختلف درجات الحرارة في القارة القطبية اختلافاً كبيراً، فهل كان هذا الحدث جديداً حقاً؟ لنستمع لعالم المناخ جوناثان ويلي. فيما يتعلق بما نعرفه عن مناخ أنتاركتيكا، هذا غير مسبوق تماماً. سجل أنتاركتيكا لا يعود إلى الوراء مثل بقية العالم، لكن هذا حدث على قدم المساواة مع ما رأيناه من موجة حر في شمال غرب المحيط الهادئ في يونيو 2021. حدث من هذا النوع يعيد تعريف ما اعتقدناه عن نظام المناخ. كيف كان الحال بالنسبة لأولئك الذين عاشوا هذا النوع من موجات الحر؟ وكيف يتغير المناخ في أنتاركتيكا؟ لنلقي نظرة. محطة كونكورديا البحثية مرتفعة وجافة، أكثر من 1000 كيلومتر من الساحل وأكثر من 3000 متر في الارتفاع، وهي عادة منطقة شديدة التجمد، لكن في منتصف آذار تغير كل هذا. مع ارتفاع درجة الحرارة إلى ناقص 11.5 درجة، التقط العالم جوليان ويتويكي هذا الفيديو لتساقط الثلوج النادر الذي غطى الجليد القديم. تراكمت لدينا 10 سنتيمترات من الثلوج. هذه ثلوج أكثر من المعتاد في عام واحد، لذلك بدلاً من التجول بسهولة على الثلج المكدس، كنا نغرق في مسحوق لعدة أيام. هذا أقرب إلى جبال الألب الفرنسية منه إلى القارة القطبية الجنوبية. قد يكون التساقط الثلوجي غير المعتاد في هذه المنطقة جزءاً من اتجاه أوسع. أبلغت محطة كوهنن الألمانية عن ارتفاع مستوى تساقط الثلوج بنسبة 20%، كما سجلت محطة نيوماير الساحلية تساقط ثلوج أكثر من المتوسط بنسبة 50%. هذا شيء متوقع كجزء من الاحتباس الحراري. عندما يصبح الغلاف الجوي أكثر دفئاً، يمكن أن يحتفظ الغلاف الجوي بمزيد من الرطوبة، ما يعني المزيد من تساقط الثلوج. السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو ما إذا كان تساقط الثلوج هذا يمكن أن يعوض نسبة صغيرة من الجليد المفقود في المحيطات. الشهر الماضي انهار الجرف الجليدي كونغر، وهي منطقة بحجم روما، بعد سنوات من عدم الاستقرار. هنالك إجماع على أن القارة القطبية الجنوبية ستستمر في فقدان كتلتها، وتساهم المحيطات والهواء الأكثر دفئاً في ذلك. ما يمكنني قوله لأنني على الأرض وأرى هذا منذ أكثر من 15 عاماً هو أن كل هذه الرفوف الجليدية التي تنطلق من الجليد القاري تؤثر مباشرة على مستوى المحيط. هذا الأمر سيستمر لأن المياه تزداد سخونة، ولن نغير ذلك في العقد القادم، هذا مؤكد. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. يمكنكم البحث عن التقرير السنوي لحالة المناخ الأوروبي من كوبرنيكوس في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدتكم على فهم كيف ولماذا يتغير المناخ. كما يمكنكم قراءة المزيد من المواضيع المتعلقة على موقع euronews.com. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. Climate Now in collaboration with Copernicus.